سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناتي الأفياء. أتمنى أحبائي أن أجدكم دائما وأنتم بصحة وعافية. صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. نقوم بإضافة ترددات قنوات اليوم المهمة، تفضلوا بدون إطالة. إذا أحبائي، من القائمة الرئيسية منيو أختار دائما التركيب، ثم قائمة تي بي. أحبائي، قنوات الأفلام الأجنبي هي فوكس موفيز، وان موفيز، دبي وان، ام بي سي ماكس، ام بي سي 2، دولي موفيز، وميكس تي في شانيل. هذه هي قنوات الأفلام الأجنبية هذه الأيام التي تعمل بقوة 24 ساعة على 24 ساعة. نقدم تردد القنوات، بعض من القنوات مثل قناة فوكس موفيز وان موفيز 11/6/78، معدل ترميم 27500، والاستقطاب عمودي رأسي أو حرفي. للعلم هذا تردد حزمة عامة. سأوافيكم بتردد قناة ام بي سي ماكس وام بي سي 2 وميكس تي في شانيل. أيضا أحبائي، هناك بعض المشاهدين سألوا عن قناة الصخرة لأنها مغلقة. القناة فعلا غادرت ترددها على مدار النيلسات. أي جديد سأنقله لكم في الحين. ومعنا التردد 12/0/73، معدل الترميز 30000، والاستقطاب افقي اتش. هذا التردد احبائي ظهرت عليه قناة اوسن تي في كوميدي. القناة حزمة عامة. والتردد 11/1/37، معدل ترميز 27500، الاستقطاب عمودي. الاستقطاب عمودي رأسي أو حرفي. هذا تردد قناة البادية دراما. القناة شاشة سوداء فعلا، لكنها لم تغادر التردد نهائي. احتمال جدا يكون عطل فني، يعني القناة ستعود في الساعات القادمة. وعودة قناة ليبدا على هذا التردد، ليبيا ليبدا تي في، بعد توقفها مدة من الزمن تقريب شهر على نفس ترددها القديم 11/5/64، معدل ترميز 27500، والاستقطاب افقي اتش. هذا ما بجعبتي اليوم، سأقول لكم كل ما هو جديد على قناتي. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، أتمنى أن أكون ضيفة خفيفة الظل عليكم. دمتم أحبائي في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.